معكم اليوم. ويت لانه ما لقيت حاطه بلا باكر اذا ما خذيت. والله قلت لهم ابي جولي جولي ما لقيت. يا ويلي تخيل اني رايحه المستشفى بزياء المسرحيه. باقي كم عرض الحين حق ترامبولين؟ باقي 3 عروض الجي سيستر وترامبولين بس. بس جولي ريحه تعورها يانا المستشفى نشوف ونشيك على ريحه مره ثانيه. يلا اعطيني روح هناك يجيب لها ويلشير. يلا طبعا الحين بناخذ دور ندخلها حق الدكتور. طبعا تشرب ون مايند وهي مريضه. ون مايند موجود بترامبولين بعد. ليش حلو؟ ايه على ثاني اشوف. انا عندي واحد صوت حلو. دوري الحين شو بنسوي؟ بنسوي اشعه حق تشيك حق الريلين لان الريله الثانيه بعد تعورها. شلون الجبس؟ لا ما راح يشيلون الجبس. يبين عادي واضحة. روحي يلا. لا تمسكني تكفي. لا تمسكني. ليش روحي هناك؟ وخرة 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 يلا جوري اساعدك. قعدت شو لازم نطلع ما حد يقعد بالاشعة. انا اشوف الاخت الحنونة ماما بس لا لازم اطلع. اوكي ماما اوكي باي جوري. شنو صار في رضا بعد جوري؟ ايدك فيها رضا من العصاية. هذه هذا من ما ادري شنو طقيت بالفارس. يلا واضحه لبسيها جوتي الجبس. حطي الكرسي. خلتي قاعد بالكرسي اول. ساعديها. يلا يلا قعدي قعدي. بس لا تسكرين لنا الحين الحين لنا بنبدله اتوقع. خلي خلي طقها. طقيت هذا اوكي بس قاعد طقري لها. ايش فيك؟ اعطوني انا لبستها. الحين شنو بنسوي بالريل الثانيه؟ بيحطون بالريل الثانيه لفاف. اي ريل هذا. لا وهسوي بشيلون استانس. لا ما راح يشيلون الجبس. يعني بالفول هذا يعني انت الحين بالضبط يعني انت من فوق لتحت. باي جوري. باي جوري. باي يلا شيلوها. واضحة وجود. روحوا ساعدوها. اي شيلوها. ليش ما تشيلونها؟ اشوفك. سلامات. نعم عادي عادي لبستك تلاقين الحين اغطي ريلت. يلا امشي وضوح خلي شيل اغراضها. يلا اوكي روحوا. وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب والكومنت وجمسن بيهم. مع السلامة. عادي تتحرك. يلا جوري تسكره جوري.